المحطة التنظيمية الأساسية ضمن أجندة الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية، محطة مهمة بمدينة سلا لأنها تشهد أول تأسيس لعصبة رباط سلا لقنيطرة للالعاب الالكترونيه. السلام عليكم. اولا باغي نشكر السي هشام الخليفي رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب الالكترونيه على الحضور ديالو اللي كيشرفني في هذا الجامع العام التاسيسي ديال العصبه الجهويه رباط سلا قنيطرة للالعاب الالكترونيه. كنتمنوا ان شاء الله يتبعونا عدد من العصب الجهويه في مختلف الجهات في بلادنا، وغادي نديروا الجهد ديالنا ان شاء الله باش نطوروا هذا المجال في هذه الجهه ونخلقوا منافسات ومسابقات رسميه ان شاء الله. رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب الالكترونيه هشام خليفي، دونك بحال اللي قلت لكم الحمد لله هذا داخل في الاستراتيجيه ديال الجامعه لتاسيس هذه الجهه. العصبه الجهويه ديال رباط سلا قنيطره هي اول عصبه وغتكون كمثال العصب الاخرى. بحال تنقولوا الحمد لله هذا الشيء داخل في نطاق توسيع القاعده، يكون عندنا الادماج دونك لانكلوزيون، ونمشيو للناس اللي ما عندهمش زعما لي مويان باش يلعبوا باش كلشي يقدر يدخل. هذا هو الادماج لانكلوزيون، والحمد لله ما يكون غير الخير مع هذه العصبه. عبد الله حسوني نائب رئيس جهه الرباط سلا القنيطره. اول حاجه هذه فرصه جيده باش اننا الحمد لله نلتئم عائله ديال الالعاب الالكترونيه باش تعطي واحد المولود جديد. اكيد ان الاستراتيجيه ديال الجامعه اليوم كتاكد على مستوى الجهويه بانشاء اول عصبه اول جهه للرباط سلا القنيطره. تنظن بان الاجواء كانت جيده، طريقه الاشتغال ان شاء الله غنفصحوا عليها في واحد الندوه صحفيه باش اننا ان شاء الله نكونوا في واحد المستوى عالي من ناحيه التاطير، من حيث البطوله، من حيث تكوين ديال الشباب باش يكونوا في واحد المستوى اللي كيرقى له الجهه كرائده وكترقى له المملكه المغربيه ان شاء الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.